معلش بس بدي أتطرق لشغلة مختلفة، يعني هي ريليفنت للموضوع اللي عم نحكيه بس شوي مختلفة. لما أنت تتعرفي على شخص، أوكي تكوني عم تتعرفي على شخص إنه أنتوا يعني في طريقكم للخطبة، تمام، في ثلاث أسئلة بقولك ما تسأليهم لأنه بدلوا على هشاشة في الثقة في النفس. ثلاث أسئلة ما تسأليهم. تمام. وأنتوا في مرحلة التعارف، أنتوا بدكم تنتقلوا للخطبة، تمام، لسه عم تعرفوا على بعض. أول سؤال يا رهوفة بدل على قلة الثقة بالنفس أو ما تسألي للشخص اللي أمامك، أنت ممكن تخونني بعد ما نتجوز؟ ما حدا رح يقولك أصلاً. ليه ممكن يخونك؟ 100%. ليه أنت حاطة الاحتمال؟ ليه تحسسي إنه في سبب ممكن يخونك عشانه؟ مثلاً طبعاً بدل على قلة ثقتك بنفسك. أيوة. وتانياً بدل إنه يعني أصلاً السؤال غبي، لأنه ما له داعي. لا والله ما رح أخونك. برافو. أكيد رح يقولك ما رح أخونك. صح، هو سؤال يعني فيه نوعاً ما كمان شوية غباء. السؤال الثاني، بتحب أكتر شكلي ولا شخصيتي؟ شو هالسولافة يعني؟ صح، ليه تسألي هيك سؤال؟ مزبوط. ممكن تقول لحدا بتحب أكتر شكلي ولا شخصيتي؟ لا طبعا. وإذا قال لك شكلك تكوني مبسوطة؟ لا. وإذا قال لك شخصيتك تكوني مبسوطة؟ لا. شو ما جاوبك؟ ما هيك بقول لك في أسئلة ما إلها داعي. ما إلها داعي، مزبوط طبعا. بتعرفي مثلا كمان في شغلة حلوة، هلا لما قلتي إذا ناس عم بتعرفوا على بعض بهدف الارتباط، الخطوبة والزواج وما إلى ذلك كذا وإلى آخره، حبوا طلبوا يا الله أحلى أيام، خمسين سنة كذا وإلى آخره. استنى خلي البنت تسولف. استني دائما الشخص يقول شو بيحب فيكي، مش أنت تسأليه أنا شو بتحب فيي. كتير بتختلف كتير، صح. تخيلي انت قاعده مع شخص يقول لك على فكره انا كتير بحب فيك قد ايه انت مثلا قويه معطاءه او انت عندك حنيه، كتير احلى من ما انت تساليه شو بتحب فيي. As if you're begging for the compliment. عم تشحدي المجاملة أو عم تشحدي الكلام الحلو. خلي الشخص دائما هو اللي يحكي بدون ما انت تسألي بتحب شكلي ولا شخصيتي. كتير صح. تخوني ولا ما بتخوني؟ لا ما بتخوني. Don't.